The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم معانا يا جماعه. النهارده ان شاء الله في الويبينار دوت هنتكلم على CMMI فيرجن 2.0 implementation approach وبعض البراكتيكال تيبس المكتسبه من خبراتنا في تطبيق وعمل appraisals كثيره للCMMI في العشر سنين او اكثر اللي فيه. بداية أحب أعرفكم بنفسي. أنا اسمي أحمد عبد العزيز. أنا certified lead appraiser لـ CMMI for development ولـ CMMI for services. برضو أنا lean six sigma black belt certified و two-year certified DMP وكان لي حاجات درست حاجات في الكوفيد وفي الانوفيشن. حاليا انا بشغل منصب الاكريديتيشن اند ايفالويشن ديبارتمنت مانجر في سيك. انا عندي اكثر من 20 سنه خبره في المجال وعملت خلال المده ديت يمكن اكثر من 70 ابريزر في السي ام اي فور ديفلوبمنت والسي ام اي فور سيرفيسز في مصر في السعوديه في الامارات في سوريا في الصين. وكان من ضمنها مؤسسات عسكريه من ضمنها مؤسسات حكوميه طبعا القطاع الخاص حاجات كتير جدا جامعات يعني في تنوع في المؤسسات اللي الواحد يعني دخلها الحمد لله وبالتالي قادرين ان احنا نحط لكم الكونتنت بتاع الويبينار بتاع النهارده. قبل ما ندخل في موضوع الامبلمنتيشن تذكره سريعه ايه هي سي ام ام اي فيرجن 2.0 وطبعا كان عندنا زميلنا ياسر غانم كان يتكلم عنها يمكن حوالي سنه في ويبينار سابق وده فكره عن الموضوع. خليني اقول لك ان السي ام ام اي فيرجن 2.0 هي باي ديفينيشن بيرفورمانس امبروفمنت موديل. بناخد بالنا من كلمه بيرفورمانس دي لانها متغيره عن الكلمه اللي كنا بنقولها دايما زمان بروسيس امبروفمنت. البيرفورمانس السي ام ام اي بتحاول تركز عليه قوي دلوقتي على ان حصل كتير في السنين اللي فاتت الناس بتركز على الكومبلاينس ونسيت الهدف الاساسي من الموديل. فبيوجهنا ان احنا هدفنا الاساسي ان احنا نعمل بيرفورمانس امبروفمنت. سي ام ام اي مش جديده، سي ام ام اي بتتطبق وموجوده في السوق الدولي بقى لها حوالي 25 سنه ويمكن اكثر من منتصف التسعينات واحنا بنتكلم في سي ام ام اي واثبتت نجاح في كل دول العالم في مصر وامريكا وفي كل الدنيا. كتذكره برضو السي ام ام اي بتتكون من مجموعه من البراكتس ارياز والناس اللي فاكره السي ام ام اي اشتغلت معانا في فيرجن 1.3 او 1.2 او 1.1 كنا بنقول بروسس ارياز خلاص الاسم ده اتغير. احنا عندنا مجموعه من البراكتس ارياز متصنفه ضمن مجموعه من الكابابيلتي ارياز زي ما انتم شايفين ده هنا كل البراكتس ارياز دي مجموعه من الكابابيلتي ارياز اللي متصنفه ضمن أربعة كاتيجوريز أساسية. كاتيجوري للدوينج نعمل فيها الحاجات الأساسية الشغل الأساسي بتاعنا، كاتيجوري للمانجنج ازاي نمانج الشغل ده، كاتيجوري للإنيبلينج حاجات تساعدنا إن احنا ننفذ الشغل ده، وكاتيجوري للإمبروفينج عشان نضمن التحسن. وده مقسمة لـ 18 بروسيس أريا دي كور للسي ام ام اي أيا كان اللي أنت بتعمله سي ام ام اي فور ديفلوبمنت، سي ام ام اي فور سيرفيسز، سي ام ام اي فور سبلاير مانجمنت اللي هي ريبليس الاكوزيشن مانجمنت بتاعت زمان. في عندك 18 بروسيس اريا اللي حضراتكم شايفينهم زي الكونفجريشن زي الاستيميتنج زي البلاننج دول كده كده لازم تطبقهم. وفي مجموعه من البروسيس عفوا البراكتس ارياز معلش اعذروني اكتر من 10 سنين بنقول بروسيس ارياز مجموعه من البراكتس ارياز خاصه بكل موديل على حده زي عندنا هنا الديفلوبمنت عندنا التكنيكال سوليوشن والبرودكت انتجريشن عندنا في السيرفيسز بقى أربعة براكتس أريا بس بدل ستة قبل كده الكونتينيوتي والأي أر بي والسيرفيس ديليفري مانجمنت والستراتيجيك سيرفيس مانجمنت وعندنا السبلاير سورس سيليكشن بتزيد في حالة السبلاير مانجمنت. أما السبلاير أجريمنت مانجمنت فهي واحدة من الكور موجودة مع كل البروسيس أريز. فكر الماتيوريتي ليفلز موجود زي ما هو عندنا خمسة ماتيوريتي ليفلز للسي ام ام اي. أول ماتيوريتي ليفل انيشيال داخل في ليفل 2 بنركز على المانجمنت والأساسيات الإدارة وبالذات إدارة المشاريع.
في ليفل 3 اللي بنسميه ديفايند، بنتكلم هنا في ان احنا عندنا بروسيس، عندنا منظومه عمل بنشتغل بيها. فاينالي بنتكلم سوري ليفل 4 بنتكلم كوانتيتيفلي مانجمنت، بدأنا ندخل ستاتستيكال بروسيس كنترول. وليفل 5 بدأنا نتكلم اوبتمايزنج، ستيل ستاتستيكال بروسيس كنترول بس عمالين نعمل اوبتمايزيشن متصل باستخدام الستاتستيكال تكنيكس. لكن قبل ما استرسل لازم انبه لحاجه مهمه جدا، هل الامبلمنتيشن بتاع سي ام ام اي بالضروره هيؤدي لبروسيس امبروفمنت او بيرفورمانس امبروفمنت؟ للاسف مش دايما ده اللي بيحصل. في عندنا تطبيق ممكن يكون تطبيق سليم للسي ام ام اي، تطبيق مركز على الامبروفمنت فعلا، وده بالتالي ممكن يعمل لي امبروفمنت جامد جدا، يخليني اقدر ان انا اميت الديدلاينز بتاعتي، اقلل الريورك اللي عندي، الايفورت ما ببذلش ايفورت زياده ملوش اي داعي، بطلع منتج هاي كواليتي، بساتسفاي الكاستمر، عارف الشغل بتاعي ماشي ازاي ونقطه الضعف فين والتاخير فين والحاجات الكويسه فين. او ان انا بعمل امبلمنتيشن عقيم جدا كل هدفه في الحياه ان انا عايز اميت السي ام ام اي، عايز اعدي الابريزل، وبالتالي بطلع نظام بيروقراطي عقيم بيكتف الشغل مش بيفيده، في ورق بيتميل على الفاضي، الناس مش فاهمه هي بتعمل ده ليه ولا ده عشان ايه، وبالتالي الناس دايما حاسه باحباط، الناس دايما عندها خيبه امل من الموضوع، بتفقد الثقه في السي ام ام اي واي كلام على البروسيس امبروفمنت اند سو اون. الكلام بتاعنا النهارده عشان نحاول نحقق الكوريكت امبلمنتيشن، عشان نحاول نحقق ريال امبروفمنت، مش عشان ناخد سي ام ام اي سيرتيفيكت، وان كان طبعا في تحفظ على كلمه سي ام ام اي سيرتيفيكت، ان ناخد شهاده ونعلقها على الحيطه والكلام ده، الهدف بتاعنا ان احنا نعمل امبروفمنت. وهلاقي السي ام ام اي نفسهم ركزوا على الحكايه دي، غيروا في الصياغات بتاعتهم كتير في الموديل. فبدات تظهر عندنا مجموعه من البروسيس اريز بدا يظهر فيها صراحه كلمه ان احنا بندور على بيرفورمانس، زي الام بي ام مانجنج بيرفورمانس اند ميجرمنت اللي كانت زمان جزء منها ميجرمنت اند اناليسيس بروسيس اريا، لا النهارده بقى كلمه بيرفورمانس ظاهره قوي واضحه معايا، احنا يا جماعه هدفنا الاساسي بيرفورمانس. كمان حب يلفت انتباهنا يا جماعه بلاش نركز قوي مع البراكتس بيقول ايه وازاي يتعمل، والنوعيه دي من النقاشات العقيمه، هو البراكتس ازاي تنفذ ازاي؟ هو كده البراكتس ده تغطى ولا لا؟ ده كده معناه ان كل همك مركز على السي ام ام اي كومبلاينس. لكن بدا يطلع لي في كل براكتس اريا، بدا يطلع لي حاجه اسمها فاليو. وايه الفاليو بتاع البراكتس اريا دي؟ ليه انا بعمل البراكتس اريا دي؟ في الانتنت ما يشابه البيربز اللي كان موجود زمان، لكن في الفاليو. دي ليها قيمه معينه، انا مش بعمل البراكتس اريا دي فور فان. فده جديد في الصياغات اللي موجوده عندنا في السي ام ام اي. ده مش بس حط لي دي على مستوى البراكتس اريا، فحطها لي على مستوى كل براكتس. زي ما انتم شايفين ده براكتس 1.1 في البراكتس اريا اسمها ان بي ام، ايه الفاليو بتاعته؟ حاطط لي براكتس ستيتمنت كولكت ميجرز اند ريكورد بيرفورمانس، بعمل كده ليه؟ ايه الفاليو اللي هكسبها عشان انيبل بيرفورمانس مانجمنت تو انكريز لايكلي هود اوف ميتنج اوبجيكتيف. لما بتكون الفاليو واضحه قدامي بركز قوي وانا بعمل الموديل وانا بعمل البراكتس اني احقق الفاليو، فاهم انا بعمل ده ليه؟ ايه اللي هكسبه من ورا الموضوع؟ فركزوا لنا قوي على موضوع الفاليو في كل البراكتس في السي ام ام اي، وده ما كانش موجود في الفيرجنز الاقدم من السي ام ام اي. طيب بعد التعرف السريع على او التذكره السريعه بالسي ام ام اي، ما اعتقدش ده قوي تعرف، نرجع بقى للموضوع بتاعنا الابروتش بتاع البروسيس امبروفمنت للسي ام ام اي. هنلاقي يا جماعه ان الموضوع مر بمجموعه مراحل، دايما كان عندنا مودلز، موضوع المودلز البروسيس امبروفمنت مش جديد. هنلاقي عندنا موديل قديم جدا اللي هو بلان دو تشيك اكت، بصراحه موديل في منتهى الجمال، حطه ادوارد ديمينج زمان في وقت ما في القرن العشرين، ديمينج ميت في الثمانينات، ممكن تحط الكلام ده في الخمسينات او الستينات. كان فيري سامبل، اعمل بلان، نفذ البلان، تشيك شوف البلان ماشي كويس ولا لا، خد اكشن بيزد على اللي انت اتعلمته من البلان. لما السي ام ام اي انستيتيوت او عفوا بقى قبل السي ام ام اي انستيتيوت، لما الاس اي كان طلع السي ام ام اي في التسعينات،
خد موديل انا شايف ان هو كان مبني على البلان تو تشيك اكت، هو سماه ايديال موديل. ايديال اختصار انيشيتنج دايجنوزنج استابليشنج اكتنج ليرنينج، وفضل الموديل ده هو الديفاكتو بتاع تطبيق السي ام ام اي لمده كذا سنه. ريسنتلي لما طلعنا بالسي ام ام اي فيرجن 2، السي ام ام اي فيرجن 2 الموديل نفسه طلع معاه حاجه اسمها ادوبشن جايد، جزء من الباكج بتاع السي ام ام اي. والادوبشن جايد طلع لي سايكل جديده هي اللي هنتكلم عليها النهارده، بتبدا ب ليرنينج وبعدين نستابلش الاوبجكتيفز نانلايز ديفلوبمنت اكشن بلان ندبلوي امبروفمنت ناسس الكابابيلتي. دي الست مراحل بتاع النموذج الحديث بتاع ال سي ام ام اي ادوبشن. وطلعوا النموذج دوت في كتاب موجود على السي ام ام اي سايت، تقدر حضرتك تعمل له داونلود، انا حاطط اللينك بتاعه في اخر البرزنتيشن. الكتاب اسمه سي ام ام اي ادوبشن اند ترانزيشن جايدنس فيرجن 2.0. دي الفيرجن بتاعته بالمناسبه، مش مقصود هي سي ام ام اي فيرجن 2.0، لان هو اتعمل وطلع منه اصدار، اتعمل عليه ابديت، ممكن تلاقي كمان 2.1 ريسنتلي. لكن هو بيوصف الموديل زي ما قلنا الست مراحل اللي قلنا عليهم، واللي انا هحطهم النهارده كفريم ورك للكلام بتاعي اللي هتكلم فيه. لكن انا مش بقدم ملخص للكتاب ومش بقدم شرح للكتاب، انا واخد الكتاب كلايف سايكل او كابروتش للامبروفمنت. لكن كلام كتير من اللي بقوله لحضراتكم دلوقتي ده خبرتي انا الشخصيه وخبره زمايلي هنا من اللي شفناه جوه مصر وبره مصر في تطبيق السي ام ام اي. لو نبدا باول مرحله، مرحله الليرنينج، مرحله من المراحل المهمه جدا جدا جدا، ان لازم نتعلم مجموعه حاجات اساسيه عشان نشتغل في السي ام ام اي. في ناس قالوا لنا ان الاورجنايزيشن عشان تنجح لازم عناصرها الاساسيه تنجح بنفس القوة. العناصر الأساسية في المؤسسة الأشخاص، أشخاص نمرة واحد ونمرة اثنين ونمرة عشرة، القوة البشرية اللي عندي بالذات في السوفت وير ديفلوبمنت. احنا جماعة أساسنا الأسس من أساساتنا هي دماغ الناس مش ماكينات أو معدات أو كده. فمينلي أشخاص، نمرة اثنين بروسس قوية الذي بتشتغل بيها، نمرة ثلاثة مجموعة من التولز أند التكنيكس اللي الناس دي بتشتغل بيها. عشان مؤسسه تنجح وتقوم لازم الثلاث عناصر دول ينجحوا. طيب من تعاملي مع العديد من الشركات جوه مصر وبره مصر، ايه اللي بيخلي شركه تنجح وتعمل سي ام اي كويس وتعمل منها امبروفمنت كويسه، وايه اللي بيخلي شركه ثانيه تفشل، سواء تفشل كابريزل ما تعديش الابريزل، او تفشل بمعنى ان ما تحققش نتيجه المرجوه. هو ممكن ياخد ابريزا، ممكن ياخد شهاده بالظبط زي الطالب اللي بيذاكر وينجح، لكن هو مش فاهم هو بيعمل ايه، هو حافظ بكلمتين، دخل الامتحان جاب حط كلمتين، جاب 90% 95% جاب امتياز جاب جيد جدا، لكن ما تقدرش تعتمد عليه في شغل وما يقدرش يعمل لك اي حاجه. ايه الحاجات اللي شفتها تخلي القصه تنجح؟ لو اربط بالسلايد اللي فاتت، البيبول دول عندي ينقسموا لحاجتين، سينيور مانجمنت و تيم ممبرز. سينيور مانجمنت اهم حاجه عندي الكوميتمنت، وكانوا دايما يقولوا لنا لو ما فيش كوميتمنت من السينيور مانجمنت ما فيش حاجه تعملها، تلم حاجتك وتمشي على طول، ده مش ريسك اتعامل معاه، ده خلاص مصيبه والناس دي مش شاريه الموضوع. ناس كتير بتفهم ان الكوميتمنت دي معناها انه دفع فلوس تعاقد مع سيك او مع غيره عشان يقدم له كونسلتيشن عشان يعمل له ابريزل. انا اسف، ده جزء من اللعبه، ده مش كل حاجه. أنا يهمني جدا في الكوميتمنت ان السينيور مانجمنت فاهمه الموضوع ده بيعمل ايه اللي ممكن نكسبه، عندهم كوميتمنت كولياليتي للموضوع. لما نحط منظومه عمل ونقول ان منظومه العمل دي محطوطه عشان تحقق كذا وكذا 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 وكذا، اول واحد يلتزم بيها هو السبونسر والسينيور مانجرز، دول اول ناس بيلتزموا بيها. اما اذا كان هيجي ساعه الجد خلص يا ابني بس عشان المره دي ما تملاش دلوقتي وخلص، مش لازم وقتك مش عارف مين،
يبقى الموضوع فشل من قبل ما يبدا. الناس دي قدوه، وقدوه في تصرفاتها مش قدوه بكلامها. كل ما ادخل ابريزل تقريبا من 70 ابريزل اكتر اللي دخلتهم، دايما اسال في الاول، اسال السينيور مانجر او السبونسر، اهم اولوياتك ايه في الشركه؟ ودايما دايما باخد نفس الاجابه، خدت نفس الاجابه اكتر من 70 مره جوه مصر وبره مصر. الجوده هي الاولويه الاولى عندي في الحياه. تمام، ننقل الخطوه اللي بعديها. ايه المقياس اللي حضرتك بتشوفه عشان تعرف الجوده؟ في اكتر من 65 ابريزل، بلاش اقول في كل 70 ابريزل، بيتوهني ويتكلم في اي حاجه ثانيه ملهاش اي علاقه بالجوده. ايه البوليسي اللي عندك اللي ليه علاقه بالجوده؟ ما تلاقيش اي حاجه، او ما تلاقيش فاكر اي حاجه ليها علاقه بالجوده. دي مش سينيور مانجمنت كوميتمنت، ده مش مركز مع الموضوع. تمام؟ لكن اللي مركز مع الموضوع بيقول لي اه الجوده بنقيسها بالطريقه الفلانيه، بنقيسها بالديفكت دينستي، بنقيسها بالديفكت انجكشن ريت، المعدلات اللي عندنا هي كذا، بنعمل فيها تطور كذا. ده اقول له تعظيم سلام، انت فاهم انت بتتكلم ايه وبتقول لي كلام سليم. الحاجة الثانية التيم ممبرز اللي شغالين معايا. في شركات بندخل نلاقي عنده ناس فراودة زي ما بنقول. بروجكت مانجر فاهم يعني ايه بروجكت مانجمنت، سواء كان سيرتفايد بي ام بي او برنسبل او مش سيرتفايد خالص، بس هو فاهم يعني ايه بروجكت مانجمنت. ديزاينر عارف يعني ايه سوفت وير ديزاين وعنده افكار للديزاين. ديفيلوبر ماسترنج التول كويس قوي، تيستر ماسترنج التول كويس قوي، فاهمين هم بيعملوا ايه. وفي شركات ثانيه كتير الوضع بيكون مأساوي، بروجكت مانجر واحد معرفش اي حاجه بس هو جايبينه عشان السي ام ام اي، اصل لازم يكون في بروجكت مانجر، فحاطينه رامين له الشغلانه ديت، وقاعد يا عيني يعمل بلانز ويعمل استيميشن وهو مش فاهم هو بيعمل ايه ولا بيعمل كده ليه. غالبا بيبقى الديفلوبرز كويسين كتير جدا، مفيش تيسترز اصلا، او اذا كان في تيستنج بس بيجربوا البرامج كده وخلاص. لكن لو عندي ديفلوبرز كويسين، مديرين مشاريع كويسين، اعتبر ده العنصر الثاني للنجاح في الشركه. هتقول لي لازم يكونوا موجودين؟ هقول لك لا، سينيور مانجمنت كوميتمنت لازم تكون موجوده، ولو مش موجوده مش هنشتغل. لو الكواليفيكيشنز ضعيفه نقدر نبنيها، نقدر نتغلب عليها، نقدر نعالجها، لكن ما زالت السينيور مانجمنت كوميتمنت هي حجر الاساس اللي من غيره مش هشتغل. الحاجه الثانيه زي ما قلنا احنا عندنا الاورجنايزيشن بيبول، دول المانجمنت والتيم، دول البيبول. بنتكلم على تولز وبنتكلم على بروسيسز. فتولز ان احنا بنتكلم ان الناس دي بتستخدم التولز الحديثه، في ناس انا شفتها كتير بتستخدم الكي اف اس بالذات مع السي ام ام اي، وتظبط الورك ايتمز، تعمل فيها شغل حلو قوي، تعمل اوتوميشن لحاجات كتيره جدا، وتعمل شغل بسلاسه وداشبورد، ويعمل لك كل حاجه بدون ما يعمل اوفر هيد مزعج على الناس. عندهم تولز للكونفيجريشن مانجمنت والفيجن كنترول زي الاس بي ان وزي غيره، وعنده تولز للبجز للتستنج فوجزيلا مانتس وات ايفر. تمام، فالحاجات دي بتدي ثقه برضو ان الشركه دي تقدر بسهوله ان هي تعمل حاجه، او الاورجنايزيشن دي تقدر تعمل حاجه. الحاجه الاخيره بقى البروسيس، الناس دي شغاله ازاي؟ هو شغال اد هوك ومستنيين انا بقى جاي اقول له على السي ام ام اي بروسيس، ولا الناس دي متابعه وعارفه هي بتعمل ايه وشغالين بالحاجات الاب تو ديت؟ مش هقول الاجايل النهارده اب تو ديت، الاجايل قوي جدا جدا جدا، بس مش اللي هو البومينج النهارده، يمكن الليف اوبس بقى طلع والكامبان وحاجات ثانيه كتير. فالناس دي شغاله تكنيكس قويه، وما عندهاش بقى الايه الافتراض الخاطئ او المقوله الوهميه الخاطئه ان الاجايل والسي ام ام اي ما بيشتغلوش مع بعض وما بيشتغلوش مع بعض والكلام الفارغ دوت. الكلام ده المفروض ان النهارده تكون عارف عليه الزمن. السي ام اي بتقول لك ايه هتعمل ايه، مش بتقول لك هتعمله ازاي. الاجايل بيقول لك هتعمله ازاي. فاذا كانت الناس دي بتشتغل اجايل او ار يو بي او وات ايفر ميثودولوجي معينه قويه وفاهمينها، ده بيساعد كتير في تطبيق السي ام اي. حتى لو هنعمل عليها شويه تغيير او تظبيط مفيش مشكله طالما عندي ناس كويسه واداره كويسه. من اهم الحاجات اللي المفروض نتعلمها اننا في مرحله الليرنينج، هو ايه اللي هيحصل لما نيجي نعمل بروسيس امبروفمنت. كتير مننا للاسف بيفترض ان احنا لما نيجي نعمل بروسيس امبروفمنت المفروض البرفورمانس يتحسن كده من اول ما نبتدي نشتغل، البرفورمانس يتحسن والامور تتحسن وننطلق بسرعه الصاروخ. يصفني اقول لك ده مش حقيقه. في اول الامبلمنتيشن الامور هتبقى شويه أسوأ، لان في حاجه اللي بنسميها ليرنينج كيرف، احنا بنتعلم.
البروسيس دي فيها تغييرات، فيها حاجات جديده علينا. طبعا وانس اجين لو عندي ناس زي ما تكون ناس فراوده فاهمه شغلها وتكنيكلي هم اقوياء، فتره التعلم دي بتبقى قليله جدا وبسيطه. تمام، غير لما يكون عندي ناس كل حاجه نتكلم فيها، يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني ايه بروجكت مانجمنت؟ يعني ايه استيميشن؟ يعني ايه كونفجريشن مانجمنت؟ يعني ايه كواليتي اشورنس؟ دي بتبقى مشكله. لكن في كل الاحوال هيحصل دروب لاننا بنتعلم. تخيل حضرتك جبت عربيه جديده بي ام دبليو مرسيدس وتفر حاجه اخر موديل حاجه واو امكانيات عاليه جدا، بس حضرتك ما بتعرفش تسوق، فهتاخد وقت عشان تتعلم. مش معنى العربيه وحشه، ده معناه ان احنا لسه بنتعلم وبناخد على العربيه. بعد كده لما نتعلم هنبتدي الامبروفمنت، هنبتدي ننطلق بسرعه السوق، هنبتدي نتحرك لفوق. دي اول حاجه لازم نتعلمها. طيب الحاجه الثانيه، عايزين نتعلم السي ام ام اي نفسها. بفترض طبعا ان في كتير مننا يمكن يكون اول مره يسمع عن السي ام ام اي، او دخل السي ام ام اي فيرجن 2.0 دايركتلي، ما عداش على 1.3 ولا 1.2، فمحتاجين نعرف السي ام ام اي. بس خليني اقول لك حاجه، سي ام ام اي الديب نولج بتاع سي ام ام اي مش مطلوبه لكل الناس. يعني مش مطلوبه ان انا اروح ادي الشركه عندي فيها 20 موظف 50 موظف ان اروح اديهم كورسات سي ام ام اي، لا. في عندنا مجموعه بنسميها اي بي جي انجينيرنج بروسيس جروب، دول اللي بيكونوا مسؤولين ان احنا نعمل السي ام ام اي. دول اللي بيبقوا مشرفين على عمليه البرفورمانس امبروفمنت. دول يفضل ان هم طبعا ياخدوا تريننج كويس في السي ام ام اي، ممكن يكون الفورمال تريننج او حاجه زي الفورمال تريننج زي ما احنا كاتبين هنا. فورمال تريننج في يوم اسمه فاونديشن اوف كابابيلتي، في يومين اسمه بيلدينج ديفلوبمنت كابابيلتي او بيلدينج سيرفيس كابابيلتي، ده بيبقى تريننج في يومين على حسب حضرتك هتشتغل فين. اما بالنسبه للبراكتيشنرز اللي هم باقي الناس اللي هتطبق السي ام ام اي بس كبروسس شغال بيها في الشركه عادي، زي مديرين المشاريع، تيسترز، ديفلوبرز وغيره، امبلمنترز لو بنتكلم على سيرفيسز اورجانيزيشن، احنا محتاجين ياخدوا فكره عن السي ام ام اي، لكن مش شرط ياخد تريننج عليه. وبالتالي ممكن نكتفي معاهم بانفورمال تريننج في يوم او يومين، هيبقى كويس قوي ومعقول للبراكتيشنرز. بالمناسبة طبعا لو في أي حد من حضراتكم عنده أي سؤال في أي وقت يا ريت يقول السؤال بتاعه. ومعلش هستأذنكم، أنا هشوف بقى لو السؤال متعلق بالموضوع هنجاوبه في وقته، ولو هيقطع تسلسل الأفكار هجاوب عليه في آخر السيشن إن شاء الله. طيب لو بنتكلم على التريننج برضو للناس بقى البراكتيشنرز، انا ما يهمنيش قوي زي ما قلت لكم ياخدوا انتروداكشن تو سي ام ام اي ولا بروفيشنال تريننج سي ام ام اي، بس انا يهمني يكونوا هم جامدين في الدومين بتاعهم. وبالتالي انا عايز الناس ديت تاخد تريننج في مواضيع زي الريكويرمنتس مانجمنت، سيستم اناليسيس، كواليتي اشورنس، تيستنج، بروجكت مانجمنت. تمام، اذا كانوا هم اوريدي مش واخدين التريننج ده. وفي تريننج خاص بالسي ام اي فور ديفلوبمنت، ياخدوا تريننج في الحاجات الخاصه بيهم، سيستم اناليسيس، اجايل، اس او اي، على حسب التكنولوجي اللي بيشتغلوا بيها. تمام، او اذا كان شغال سيرفيسز ياخد تريننج في سيرفيس مانجمنت، انسيدنت مانجمنت، ديزاستر كير ريكفري، الحاجات اللي ليها علاقه بطبيعه شغل. ده مهم جدا يا جماعه، مش مجرد ان هياخد سي ام اي تريننج فيبقى انا كده كويس وعارف ايه اللي يتعمل وانجزت، لا، ستيل عندي حاجات كتيره قوي قوي لازم اتعلمها عشان اطلع شغل بروفيشنال صح. سي ام ام اي مش بتغطي كل حاجه في الدنيا. لو رجعت تاني للكتاب اللي بكلمكم عليه السي ام ام اي ادوبشن، هنلاقي هم في الكتاب يمكن ركز على اربعه فاكتورز، لكن في حقيقه الامر هنلاقي نفسنا بندور في نفس الفلك، بيبول وتول وتكنولوجي. لانك هتلاقي حضرتك ان مساله الفيجن دي اللي بيحطها السينيور مانجرز، دي بيبول، سكيلز بيحطها السينيور مانجرز، سكيلز عفوا عند التيم زي ما قلنا. تمام، الحاجه الثالثه الانسنتيفز، الانسنتيفز برضو ده للتيم، ازاي ندي انسنتيفز ونشجع التيم على ان هم يشتغلوا وينتجوا صح. والريسورسز هنا يمكن بتغطي نقطتين، ان هم
التكنولوجي والتول او تولز والبروسيس عفوا التولز والبروسيس. فالسلايد هنا ظريفه قوي بتوريك لو كل واحد من دول نقص ايه اللي ممكن يحصل ايه. وجود الاربعه هيعمل لي سكسس تمام، لكن بيقول لك لو ما فيش فيجن في كل حاجه ثانيه وما فيش فيجن هنبقى في كونفيوجن، احنا عايزين نعمل ايه، نعمل كل الهيصه دي ليه تمام. لو ما فيش سكيلز فتقريبا بيقول لك كل سنه وانت طيب، عندك فيجن وعندك انسنتيف وعندك ريسورسز بس ما عندكش اللي يشغلها تمام، عندك العربيه جميله المكيفه ال 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 وما عندكش السواق بتاعك، حضرتك ما بيعرفش يسوق وعرفت ما فيش اي فايده من اي حاجه، انت عارف عايز تروح فين بس ما فيش اي حاجه تمام. لو ما فيش انسنتيف يبقى الناس مش هتركز مع الموضوع في ديل اهتماماتهم، ويعني كل فين وفين لما نعمل تغيير. عندك كل ده وما فيش ريسورسز، عمليه بيضاء تماما. والظريف هنا في اللاين اللي تحت اللي بيقول لك مع وجود كل دول وارد جدا انك تعمل اخطاء رهيبه تمام. لو الفيجن بقى مش مظبوطه فممكن تسحبنا في سكه غلط، الريسورسز مش مناسبه اند سو اون. طيب خلصنا الليرنينج، اتعلمنا السي ام ام اي، اتعلمنا الحاجات التكنيكال. قبل ما انقل على النقطه الثانيه، قبل ما انقل على البوينت الثانيه اللي هي ايدنتيفاي الاوبجكتيفز، خليني بس في 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 سؤالين. في واحد بيقول انا مدير مشروع كواليفايد من البي ام اي، اي نيد تو جيت بي ام اي بي دي يوز، ازاي ممكن اخد البي دي يوز؟ لا دي حضرتك البي دي يوز فيها تفاصيل كتير وهي اوت اوف سكوب بالنسبه لنا. فلو رجعت للبي ام اي سايت هم حاطين حاجات زي كده، حاطين معلومات، لان دلوقتي فيديوز اتقسمت لثلاث انواع ولازم تاخد بوينتس في كل نوع. هل التدريب متاح عند حضراتكم؟ اه طبعا التدريب، التدريب متاح عندنا، سواء التدريب على السي ام ام اي نفسه الفورمال تريننج، لان احنا عندنا ناس سيرتيفايد انستراكتورز، دكتور ياسر الدبروري وزميلنا العزيز ياسر غانم، الاثنين سيرتيفايد ان هم يدوا التريننج والبروفيشنال تريننج في الديزاين، في الاناليسيس، في التستنج. اه طبعا كل ده عندنا، ممكن حد تخش على سيك سايت وتشوف الكورس كاتالوج. طيب ارجع تاني للموضوع بتاعنا ونتكلم على الاوبجيكتيفز. عايزين نحط اوبجيكتيفز، مهم جدا يا جماعه يبقى محددين اهدافنا ايه واحنا داخلين نعمل بروسيس امبروفمنت، لان ناس كتير بتحط اوبجيكتيفز ظريفه قوي 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 لكن ملهاش اي معنى وغير قابله للتطبيق ولا للتنفيذ ولا تزيد عن كونها مجرد شعارات. فعايزين نحط اوبجيكتيفز منطقيه ليها علاقه في البروجكت او البرفورمانس اوبجيكتيفز. انا عايز اظبط، عندي مشكله وعايز اظبطها، عايز اسلم في الوقت، دايما بتاخر، بقول شهر وبسلم بعد اربع شهور، بقول سنه وبسلم بعد ثلاث سنين تمام. عايز احسن الكواليتي بتاعتي، في باجز كتيره بتطلع، عايز اقلل الاوبريشن كوست، عايز اميت الكاستمر ريكوايرز، دايما بسلم العميل حاجات مش كل اللي طالبه هو اللي اتسلم تمام. اللي عندي تيرن اوفر عالي جدا، الناس بتمشي وتيجي وتمشي وتيجي وتمشي، عايز اظبط القصه دي، عايز الناس تقعد عندي ثلاث اربع سنين على الاقل مش ست شهور ويسيبني ويمشي تمام. انما حاجات بقى زي انا عايز ابقى احسن شركه في الدنيا ولا احسن شركه في الشرق الاوسط ولا احسن شركه في مصر، كلام عريض يعني قوي وما يتمسكش. عايز حتى دي انا اجينست ان انا اقول لك ان التارجت بتاعي اتشيف ماتيوريتي ليفل 3، يعني انا ممكن اوصل له زي ما قلنا بنظام عقيم ملوش اي قيمه ما بيفيدش اي حاجه تمام. فلا مش عايز ده يكون الهدف الاساسي بتاعي، انا عايز اكون باي برودكت بالمره هاخد السي ام ام اي لكن مش هو الاساس تمام. انا عايز الشغل عندي يبقى منظم ويبقى فيه نظام وعارفين الحاجه وعارفين مش عارف ايه فين وعارفين مش عارف ايه فين. معلش اسمحوا لي، لو انا شغلي، انا شغلي ممكن يبقى منظم بس النظام نظام عقيم، فنظام عقيم بيشيل لي الشغل ويبطئ الشغل مش عايزه. الهدف مش النظام في حد ذاته، الهدف النتيجه اللي بيجيبها النظام، الهدف واحد من اللي موجودين على الشمال او حاجه زي كده، احسن في الكواليتي، احسن في الفورمانس. شكل نظام؟ لا انا مش متفق مع
الهدف ده. وللاسف دي جمله بنسمعها كتير من الناس، ولما اتكلمت على الاتشيفمنت اللي خدتها من السي ام اي بقى عندي سيستم. يعني ايه؟ انت كان عندك سيستم حتى لو مش مكتوب، حتى لو مش سيستماتيك، بس كان عندك سيستم بشكل او باخر. ماشي يا جماعه؟ فعايزين الاوبجكتيفز بتاعتنا تكون حقيقيه وتكون سمارت. يعني حتى الاوبجكتيف اللي انا قلتها لك من شويه على الشمال ما كانتش سمارت. اعتقد كتير مننا عارف سمارت يعني ايه. سمارت مش مقصود بيها ذكي، سمارت مقصود بيها سبيسيفيك، قصه محدده، ميجربل، اعرف اقيسه، اعرف اقول انا حققت الهدف ولا ما حققتش الهدف. اتشيفبل، ممكن يتحقق، تمام، ما تضربش حاجه خياليه. رياليستيك، كلام منطقي، تمام، او ريليفنت للموضوع اللي بنتكلم فيه. تايم باوندد، حاطط له وقت محايد، وقت معين، مش ان الهدف مفتوح اوصله بعد سنه ماشي، اوصله بعد 20 سنه ماشي. زي ما بيقول لي هنا مينيمايز سكيدول فاريانس تو 20% ماكسيمم. ده كان بيعاني ان السكيدول فاريانس عنده عالي، هو عايز يوصله انه ما يزيدش عن 20%، والكلام ده يتم خلال 6 شهور، تمام. او ان انا اعمل كنترول على الديفكت ريت، يبقى الديفكت ريت عندي ما بين 2.5 ل 3.5 ديفكت بير كيلو، والحكايه دي عايز اوصلها خلال 3 شهور. يبقى مثلا عشان نقول ان ده رياليستيك، تمام، يبقى الوضع الحالي مثلا ان الناس ديت الديفكت ريت بتاعها حاجه تتراوح مثلا من 2.4 لغايه 3.2 ديفكت، عفوا الديفكت ريت بتاعهم بتتراوح ما بين 3.4 مثلا لغايه 4.2 ديفكت بير كيلو. فلما هينزلوا من الرقم ده ل 2.5 3.5 وزين 3 شهور ممكن ده يكون رياليستيك. لكن لو الناس دي الديفكت ريت بتاعها ما بين 10 ل 12 ديفكت بير كيلو وعايز يوصله ل 2.5 ل 3.5 ديفكت بير كيلو في 3 شهور، هنقول له سوري ده سبيسيفيك فعلا، ده ميجربل فعلا، تمام، بس ده لا اتشيفبل ولا رياليستيك. لازم تحط كلام منطقي، تمام. ريسولف 80% من الترابل تيكتس وزين زي اس ال اي ان 1 يير، يبقى الراجل ده عنده مشكله انه بيميت ربما 40% بس من الترابل تيكتس، فمش قادر يحط التارجت ده انه يتحقق وزين 3 شهور، حاطط له سنه، تمام. ده معنى السمارت اوبجيكتيفز، عشان تبقى الاوبجيكتيفز ان شاء الله ديت هتتحقق. طيب بس ده مش كل حاجه حوالين الاوبجيكتيفز، في عندنا برضو شويه ريكومنديشنز ثانيه من الخبره. لو قعدت تدور على اوبجيكتيفز في السوفت وير هتلاقي 100 اوبجيكتيف 200 اوبجيكتيف. في ناس بقى تنسى نفسها وتحب تكتب اوبجيكتيفز كتير، لا دي مش شطاره يا جماعه. لو سمحت خليك محدد، اكتب 2 اوبجيكتيف، اكتب 3 اوبجيكتيف حلوين قوي كفايه جدا. يا سلام بس لو تحقق امبروفمنت في، مش هقول لك 2، في 1 اوبجيكتيف بس ريال امبروفمنت، حققنا فعلا بيتر كواليتي، الديفكت دينستي عندنا بقى اقل فعلا، يا سلام ده انجاز. كنا بنقول مع التسليم بعد مده قد كده بقينا بنسلم في الميعاد، ترابل تيكتس بتخلص في الاس ال اي، يكفيني ان احقق اتشيفمنت على حاجه واحده. بعد كده يا سيدي يبقى اخش في سايكل ثانيه واحقق اتشيفمنت ثاني وثالث ورابع. لكن ما تحمليش 20 اوبجيكتيف 30 اوبجيكتيف مره واحده. الحاجه الثانيه، الاوبجيكتيفز ديت لازم تكون مربوطه بالبزنس اوبجيكتيفز. انا ما بشتغلش في سي ام اي لوحدي، او انا كسوفت وير ديفلوبمنت شغال بمعزل عن الاورجنايزيشن. الاورجنايزيشن دي ليها اهداف، ليها بزنس شغاله فيه وعايزه تحقق، عايزه تفتح اسواق جديده، عايزه تكسب عملاء، عايزه كذا، عايزه كذا. ايه اللي يتحسن في البرفورمانس اوبجيكتيفز؟ يحقق البزنس اوبجيكتيفز، مش انسى البزنس وانا شغال. والكونسبت ده شويه اللي مركز عليه قوي اللي دارس منكم كوفيد او اشتغل كوفيد هيلاقي كوفيد في كونسبت اسمه الجول كاسكيدنج. انتوا عارفين دلوقتي طبعا ان الكوفيد ايساكا اللي عاملاه، وايساكا دلوقتي هي اللي واخده السي ام اي، لانها اكوايرد السي ام اي بقى حوالي سنتين فبقت تبعهم. فالفكره واحده، الجول كاسكيدنج، البيزنس هو اللي بيحرك القصه كلها. شوف البيزنس جولز اوبجيكتيفز ايه، واعمل امبروفمنت جولز تحقق البيزنس اوبجيكتيفز تبقى بايند معاها. من الاخطاء اللي بنقع فيها كتيره جدا ان بنتعامل مع البيزنس اوبجيكتيفز او البرفورمانس اوبجيكتيفز على انها سر من اسرار الامن القومي ومش المفروض حد يعرفها. لا يا جماعه، المفروض الاوبجيكتيفز دي تبقى معلنه وتبقى الناس عارفاها، كوميونيكيتد، الديفلوبر عارفها، والتستر والكيو اي، مش عايز اقول لك بتاع الشاي والقهوه كمان عارفها، تمام. الناس تبقى عارفه هي شغاله هنا ليه وهدفها الاساسي ايه. مش كل هدفه في الحياه انه يجي
يخلص التاسك اللي عنده النهارده ويمشي في الميعاد ويلحق يجري لو في باص يلحق الباص ويمشي في الميعاد الموسم للمواصلات تمام. عايزينه ينفعل معانا ويندمج معانا ويبقى فاهم احنا لما بنحط دي في الشغل واعمل الخطوه ديت وهات لي الارقام دي واكتب التايم شيت وهات لي عدد الديفكتس لتحقيق اهداف معينه، من غير المعلومات دي مش هوصل للاهداف، كده بيحس بقيمه بشغله. اذروايز انت بتقرفني بطلب مني بيانات ومعلومات وايميلات ووجع دماغي بحاجات ماليش دعوه بيها وبديها لك سد خانه وبديها لك غلط زي ما بنشوف بقى. يقول لك طول اليوم في التايم شيت، طول اليوم كنت في اجتماع 8 ساعات في اجتماع، الاجتماع اصلا انا كنت حاضر فيه، الاجتماع خلص بعد ساعه، ازاي حطيتولي في التايم شيت 8 ساعات؟ بس هو حطوا لك سد خانه لانه مش عارف التايم شيت انت عايزه ليه، بس انت لو ما بعتش التايم شيت مش هيصرف مرتبه اخر الشهر. فلا لازم اكوميونيكيت وافهمهم القصه ايه. لازم الناس تعرف انا دوري ايه ومطلوب مني الرولز اند ريسبونسبيلتيز. وتعالى بسرعه نتكلم على الرولز اند ريسبونسبيلتيز بالنسبه للسي ام اي الجابا بالنسبه للمشاريع. هنلاقي في عندي اولموست خمسه رولز اساسيين، ثلاثه انترنال واثنين اكسترنال. لو حضرتك دخلت على الكتاب بتاع الادوبشن جايد هتلاقي الرولز مختلفه شويه عن كده، بس حكم خبرتي بقى من الاخر هم دول الرولز الاساسيه في الموضوع. نمره واحد لسبونسر. طب بنتكلم في الرولز الداخليه جوه الاورجنايزيشن. السبونسر اللي بيديني اوكي، بيعمل اوكي يا جماعه اوثرايزيشن المشروع ده هيبدا تمام. السبونسر اللي بيحدد لي الاوبجيكتيفز ايه اللي هنمشي عليها، ايه الاهداف اللي احنا عايزين نحققها. وزي ما قلنا بيكمت للبروسيس وبيتبع البروسيس. بعد كده بنعمل تشكيل اتكلمنا عنه قبل كده اسمه انجينيرنج بروسيس جروب. التشكيل ده بيبقى فيه واحد هيد ده الرئيس بتاع التيم، وبالمناسبه دي مش فانكشن جوه الاورجنايزيشن، يعني ده مش ديبارتمنت هنعمله ونسميه اي بي جي، ده بتبقى كوميتي مكونه من تخصصات مختلفه ما بين ديفيلوبر لمدير مشروع لكواليتي اوديتور لبروسيس امبروفمنت ليدر او مانجر وهكذا. فبيبقى ليهم هيد ليهم ليدر كويس. ده بيراجع الاوبجيكتيف تاني، خلي بالكم احنا رابطين هنا دايما بالاوبجيكتيفز هي المدخل بتاعنا الاساسي تمام. فبيراجع الاوبجيكتيفز وبيرفاين الاوبجيكتيفز، وده زي ما نقول كده مدير المشروع هو المسؤول الاول عن نجاح عمليه البروس امبروفمنت جوه الاورجنايزيشن او لا قدر الله فشلها. الراجل ده بيشتغل معايا مجموعه من الاي بي جي ممبرز اللي كل واحد فيهم بيبقى مسؤول بقى عن حاجه معينه، او بنسميهم البروسيس اونرز. واحد مسؤول عن الكواليتي اشورنس، واحد مسؤول عن البروجكت مانجمنت، واحد مسؤول عن كذا، واحد مسؤول عن كذا تمام. بتتوزع المسؤوليات، كل واحد طبعا يبقى مسؤول عن اكثر من حاجه تمام. طبعا مش عايز اقول هنا البراكتيشنرز بقى، لان دول اللي بينفذوا في اغلب الاحيان بينفذوا دول الحاجات كوميونيكيتد معاهم وبينفذوا وفقا ليها، لكن دي الادوار الاساسيه اللي عندنا في الاورجنايزيشن. خارجيا حضرتك بتستعين بكونسلتنت بيكون عاده عنده خبره كويسه جدا في تطبيق سي ام اي، واشتغل فيها مره واثنين وعشرة قبل كده، وده يعني موجود عندنا في سيك عشان لو حد هيسال بجاوب على السؤال من اولها تمام. وبيساعدني ان انا احدد الاوبجيكتيفز ويتاكد معايا واحنا شغالين الاوبجيكتيف دي ايه بتتحقق، هو والاي بي جي ممبرز بيتاكدوا الاوبجيكتيف بتتحقق. وبيشتغل معايا ليد ابريزر بيجي لي من وقت للتاني يعمل لي تشيك كل شويه، هل يا ترى احنا ماشيين على التراك المضبوط ولا عندنا مشكله. ومن الحاجات الظريفه جدا اللي عندنا في موضوع اللي بيساعدنا في موضوع الاوبجيكتيفز ده، ان حضرتك لو فتحت الادوبشن جايد ده بقى هتلاقي فيه ابندكس اسمه ابندكس سي، ابندكس قوي جدا جدا جدا، فيه بتاع ثلاث اربع صفحات حاطط لك مجموعه من الكومن بزنس بروبلمز زي ما انتم شايفين هنا تمام، ومجموعه من الكومن كوزز. هو طبعا ما دخلش شركتك وما اعرفش ايه اللي حصل بالظبط، بس زي حزلقوم كده انا بقول لك الفكره دي اصلا اتهرست في 150 فيلم عربي قبل كده. المشاكل دي حصلت في 1500 شركه ولا 10000 ولا 100000 شركه حول العالم قبل كده. والمشاكل كومن صدقوني، المشاكل اللي في مصر هي المشاكل اللي في امريكا، هي المشاكل اللي في الهند، في اوروبا، في الصين، المشاكل واحده. فمسك الراجل مجموعه من المشاكل زي الكاستمر كومبلينز ديت، ايه الاندرلاين كوزز؟ It could be inconsistent delivery, it could be rude personnel, always have an excuse, quality issues, blah 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 تمام؟ واداك ريكومنديشن. طيب لو انت عايز تحل المشاكل دي روح للبراكتس ارياز بتاعت السي ام اي اللي اسمها استيميشن بي كيو اي ار دي ام اس دي ام. البراكتس ارياز دي هتساعدك ان انت ايه؟
تحل مشاكلك وتشتغل عليها. طيب بكده خلصنا كلام على الاوبجكتيفز، وقبل ما ندخل في الخطوه اللي جايه الانالايز ارجع تاني اشوف الاسئله بتاعت حضراتكم وارد عليها بسرعه. في سؤال عندنا بيقول do you deliver consultancy service, what is the cost? Yes, we deliver consultancy service. طبعا بندي السيرفيس بتاعت ال CMMI لمدة سنة. ال cost اعتقد بيحسبوها باليوم، فخليني ممكن نتواصل مع بعض بعد السيشن لو حضرتك تحب اجيب لك معلومات ادق شويه، لكن اي ثينك ان بيحسبوا اليوم في مصر على حوالي 750 جنيه، لان احنا هيئه تنميه صناعه التكنولوجيا والمعلومات، احنا بندعم الصناعه، التكلفه دي اقل من يعني الرقم ده اقل من التكلفه الفعليه بتاعتنا، لكن احنا بنقدر نوفر لك الخلاصه، بنقدر نوفر لك الكونسلتنسي كوست، بنقدر نوفر لك الابريزل كوست، احنا نقدر نشتغل معاك فروم داي 1 لاخر يوم ان شاء الله، ونوفر ونقدم لك كل الخدمات وباسعار مدعومه كوندرد بالشركات الدوليه، حتى الاسعار دي ما بقدمهاش بره. السيرفيس اللي بقدمها لحضرتك هنا ب 700 جنيه في اليوم، لما بطلع بره بقدمها بنفس الرقم بس بالدولار. غير تكاليف السفر، غير الاقامه، غير كل حاجه. فالخدمات دي بتقدم باسعار كويسه ومدعومه ومفيش اي مشكله، حضرتك كونتاكت معانا وتحت امرك. Do you think the changes are big between the two versions of CMMI and old and the new? أعتقد حضرتك تقصد CMMI version 1.3 and CMMI version 2.0. هو ياسر كان ده سيشن، في سيشن متسجل من السنة اللي فاتت على الفروقات بين التو فيرجنز. في رأيي المتواضع الفروقات مش جوهرية، ما زالت نفس الطلبات هي، ولكن زي ما قلت لك في تركيز شوية في الموديل على البرفورمانس. كلمة الفورمس بتظهر كتير، ان احنا نضيف فاليو مش بس نحقق براكتس. كلمة بروسيس اريا اللي بقت براكتس اريا بقى في شوية حاجات شكليات زي كده، لكن هو اونستي هو التركيز، الحتة اللي بحس ان فيها تغيير شوية فيهم تغيير شوية. السينيور مانجر عليه مسؤوليات، بقى في تركيز على مسؤوليات السينيور مانجر قوي. في فيرجن 1.3 كان ان هو يحط لنا البوليسي ويتابع تنفيذها ويعمل ستاتس ريفيو، لا 1.3 بيركز قوي انه يدي الريسورسز، يدي التوجيهات، يتابع، يعمل. ففي دور زياده شويه على السينيور مانجرز. اللي عارف الفيرجن القديمه كان في حاجه اسمها جينيريك براكتسز، كان لازم تطبق على كل بروسيس اريا. النهارده طلعت الجينيريك براكتسز واستبدلنا بيهم تو براكتس ارياز، ولازم يطبقوا على كل البروسيسز اللي عندك في الاورجنايزيشن مش كل البراكتس اريا. قربت مع البروسيس بتاعتك، ودي نقطه تحسن قويه جدا افضل من الموجود. طيب واحد بيسال the number one responsible for success of the company owner we are just employees. هو حضرتك لما بتاخد تكليف باداره مشروع، لو مدير مشروع خد تكليف باداره المشروع، بيبقى مين المسؤول عن اداره المشروع وعن نجاح المشروع او فشله؟ مدير المشروع ولا مدير الشركه؟ لو عندكم في شركتكم الكالتشر ان هو مدير الشركه خلاص، يبقى هو برضه مدير الشركه، هو مسؤول عن نجاح البروسيسنج تول. تمام؟ طيب why the Egyptian government not applying the CMMI؟ لا هو مش كل الجفرمنت، الجفرمنت ده كيان ضخم جدا جدا جدا، ما يقدرش كل الجفرمنت يطبق CMMI، لكن هل في governmental entities طبقت CMMI؟ الاجابه نعم. على سبيل المثال عندنا جوه سيك او جوه ايتيدا في يونت طبقت CMMI وعملت ابريزل على CMMI. ITI governmental organization خد CMMI. في واحده عسكريه، ما فيش داعي ان نذكر الاسم عشان ما ندخلش في مشاكل، في واحده عسكريه في مصر، واحده عسكريه هندسيه طبقت CMMI وعملت ابريزل ثلاث مرات، مرتين ديفلوبمنت ومره سيرفيس. مفيش ما يمنع الجهات الحكوميه تطبق CMMI، دي مجرد امثله اللي حاضره في ذهني دلوقتي. طيب نرجع تاني يا جماعه للخطوه الثالثه الانالايز. انا ما عنديش كلام كتير
اقوله لكم فيها واللي اشتغل معانا في السي ام ام اي قبل كده عارف ان هي اسمها جاب اناليسيس. دي بنعملها في بدايه الشغل لما تيجي حضرتك تقول لك يا سيك تعالوا نقول لي جاب اناليسيس، تعالوا نشتغل مع بعض في السي ام ام اي. فبنيجي نبص الاول نشوف هو الوضع عند حضرتك ايه، فباجي اشوف ايه طريقه الشغل اللي حضرتك بتشتغل بيها واقارنها بالسي ام ام اي ريكوايرمنتس، وباجي اقول لك والله خد بالك انت عندك جابس في الحته الفلانيه، البراكتس اريا دي فيها عيوب كذا وكذا وكذا، البراكتس ما بتعملش and so on. عاده دي اللي بيعملها يا اما كونسلتنت هيشتغل معاك يا ليد ابريزر، فيها وجهتين نظر والاثنين فاليد. الكونسلتنت بيشوفها عشان يعرف الدنيا عندك ماشيه ازاي، لانه هيخش بعد كده يعمل معاك بلاننج ويشتغل معاك. اوكي. الليد ابريزر بيشوفها عشان يديك توجيهات من بدري عشان تشتغل عليها، الاثنين فاليد. النقطة مهمة جدا 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 انك لازم تكومينيكيت كويس مع اللي بيعمل جاب اناليسيس، توضح له الاوبجيكتيفز بتاعت حضرتك سواء كبزنس اوبجيكتيفز او بيرفورمانس امبروفمنت اوبجيكتيفز، عشان ما يجيش يقع في نفس المطب اللي عمالين نحذر منه ويبقى كل هدفه السي ام ام اي. التراكس ده بيتعمل، التراكس ده ما بيتعملش، تمام؟ ويديك حاجات لابد انك تعمل كذا وكذا وكذا، لابد انك تعرف الكونفجريشن ايتمز، لابد ان انت تعمل الالترناتيف ديزاينز، لابد ان انت تعمل. طب ليه؟ ده بيخدم بيحقق لي اهداف في ايه؟ فقدنا اللينك مع الاهداف بتاعتك وبدات اديك مثال رساله خطا ان ده نظام عقيم لازم تعمل كذا وكذا 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 عشان تاخد السيرتيفيكت، بغض النظر عن شغلك محتاج ايه وليذهب للعمل الى الجحيم، المهم ان انا اطبق السي ام اي. دي رساله خطا تماما، حضرتك مسؤول انها تتصحح، انك لازم تتبلغ الاوبجيكتيف الصح، زي ما اللي بيعمل جاب اناليسيس مسؤول ان هو يفهم الاوبجيكتيفز عشان يديك نتيجه كونفيرت بالاوبجيكتيفز. طيب طبيعي جدا ان انا بعد ما عملت الجاب اناليسيس وعرفت الجابس سواء بالنسبه للسي ام ام اي او جابس بالنسبه للاوبجيكتيفز بتاعتك، ان انا ابتدي اعمل اكشن بلان. اكشن بلان عشان نشتغل عليها ونطبق. اول ريكومنديشن بنديه لك انك حضرتك تتبع الاجايل، واعتقد ان احنا كده بنكسر الاعتقاد الخاطئ ان السي ام ام اي في ناحيه والاجايل في ناحيه. فانا اول حاجه بقولها لك تطبيق السي ام ام اي نفسها اتبع الاجايل، مش بالضروره بقى الاجايل بالمعنى التقليدي ان عندي اتريشن كل اسبوع وكل اسبوعين والكلام ده، انا قصدي بالاساس خلي عندك مرونه، وعشان تعمل امبروفمنت ما ينفعش تيجي تعمل امبروفمنت كلها مره واحده تبع البيج بانج ثيوري، تمام؟ فجاه منظومه العمل هتتغير في اداره المشاريع وفي السوفت وير انجينيرنج وفي الكونفجريشن وفي الكواليتي، كل حاجه تتغير ما بين يوم وليله، والصبح بنشتغل بنظام جديد. الدنيا ما بتحصلش كده، ربنا سبحانه وتعالى كان قادر ينزل القران في دقيقه، نزله في 23 سنه عشان الناس تتعلم وتتطور واحده واحده. نفس القصه هنا لو سمحت، نعمل الامبروفمنت على مراحل، كل شويه بناخد خطوه ونعملها، والبلان بتاعتنا لازم تكون كده. طيب عشان اعمل ده واحدد اشتغل على مراحل، فلازم احدد بريورتيز. بريورتيز هتيجي منين؟ هتيجي من فهمي للاورجنايزيشن ومن احتياجاتها. تمام؟ فاللي عندي هنا ده مجرد مثال، جايز ابدا بالبروجكت مانجمنت. ظبطنا البروجكت مانجمنت، الاناليسيس، سيستم اناليسيس، بعدين نروح على الابتشن ديزاين، نروح على الكونفجريشن مانجمنت، على الكواليتي اشورنس. ادخل بيه او اي سيكونس تاني حضرتك شايفه مناسب. حضرتك ده اللي هو مين؟ اللي هو كونسلتنت مينلي مع الاي بي جي جروب، و الاي بي جي هم بقى اللي كانوا بيكومينيكيت، ده السيكونس اللي بيمشي، يعني كونسلتنت شغله اكتر مع الاي بي جي جروب، والاي بي جي هيد ساعات بيبقى مع السبونسر. تمام؟ الكلام حلو قوي وهتحطها، بس لازم تتقبل فكره ان البلان هتتغير مع الوقت، البلان فليكسبل وبتتشنج مع الوقت زي البلان بتاعت الاجايل. والسي ام ام اي يا سيدي ما سبقش في القصه دي، السي ام ام اي عنده بروسيس اريا، عفوا براكتس اريا اسمها بلاننج، وبراكتس اريا ثانيه اسمها استيميتنج، تقدر حضرتك تاخدهم وتشتغل بيهم ويساعدوك ازاي تحدد البرفورمانس امبروفمنت بلان. زي ما بنقول عاده بيجهزها الاي بي جي هيد مع الكونسلتنت. ثاني اوعى تنسى الاوبجيكتيفز وانت شغال في البلان، والا هتقع تاني في الصباح. انا بقى اركز قوي يا جماعه، انا عايز اعمل تريل امبروفمنت، مش عايز اعمل موديل عقيم كل هدفه في الحياه انه اطبق
وال CMMI الجابس اللي احنا شفناها في الجاب اناليسيس والكونتكست بتاعك بتاع الشركه، ظروفك في الشركه ايه. زي ما اضرب امثله كتير في براكتس بيقول لك لازم الناس تبقى تتاكد انت معاك الناس تريند، الناس عندها الكابابيلتيز المناسبه انها تعمل الشغل. في اورجانيزيشن كبيره فيها 200 ديفلوبر على الاقل ولا حاجه، اتوقع ان عندهم طريقه تمانج السكيلز، عنده سكيل ماتريكس، عنده تيم مخصوص عشان يمانج السكيلز. اما في اورجانيزيشن فيها 20 واحد اول عن اخر، ف يعني بنطلب طلبات ابسط من كده بكتير. اي حاجه مكتوبه بتقول ان الراجل بياخد باله من الريسورسز والسكيلز بتاعتهم وهكذا. فالكونتكست بيفرق في تفسير السي ام ام اي. طيب اخترت حاجه بقى، اخترت بروجكت مانجمنت او كونفيجريشن مانجمنت، ايه السايكل اللي همشي عليها عشان اعمل الانكلود؟ دي السايكل التيبيكال اللي بشوفها كتير جدا جدا بتتنفذ واللي انا مش متفق معاها بصراحه. معنى انا مش متفق معاها ما بقولش انها غلط، لكن انا ما افضلهاش. انه بيبدا في حاجه اسمها بروسيس ديفينيشن. تعالى نعمل بروسيس ديفينيشن، نعرف البروسيس، وبعد ما نعرف البروسيس ندرب الناس على البروسيس، وبعدين بعد ما نعرف البروسيس وندرب الناس عليها نبتدي نشتغل ونبايلوت ونجرب. نبايلوت يعني بنجرب في مشروع او اثنين، وبعدين نقول ديبلوي كل المشاريع تنفذ الكلام. انا رايي مختلف عن الكلام ده، انا رايي ابدا ببايلوتنج على طول. طب هتقولي هبايلوت ايه؟ مفيش بروسيس ديفايند. اعمل فيري هاي ليفل ديفايند، فيري هاي ليفل بروسيس. يا جماعه هنعمل بلاننج ازاي؟ بص هنحدد اللايف سايكل ونحدد الستيك هولدرز والرولز اند ريسبونسبيلتيز، وبعدين نعمل الاستيميشن، وبعدين نعمل كذا، وبعدين نعمل كذا. فيري هاي ليفل، اكتبها في ربع صفحه مش اكتر من كده، وادي الناس تجرب. وهقول لك بعد شويه ليه انا بفضل الابروتش ده. بعد ما تجرب ابقى اعمل اكتف البروسيس ودرب الناس عليها، وبعدين ابقى عمم التجربه على كل المشاريع. طيب نجيبها واحده واحده. ليه اعمل بايلوت في البدايه؟ كتير من الحالات اللي الناس بتتكلم في البروسيس ديفينيشن الاول بتحصل كوارث. بتقعد الناس تدخل في صفصطه على تفاصيل صغيره ليس لها اي قيمه. هو الفيلد ده اسميه نيم ولا اسميه كمباني نيم؟ وتلاقي فيلسوف بيكلمك عن اهميه انك تسميها كمباني نيم، وفيلسوف تاني بيكلمك عن انه يكفي انها نيم بس وانها انديكتيف مش مضره. اعمل في التشيك ليست ثلاثه كولومز، واحد اسميه يس، واحد اسميه نو، واحد اسميه نوت ابليكابل، ولا اعمل كولوم واحد ويتكتب فيه الفيل يتكتب فيه يس او نو او نوت ابليكابل. كلام عقيم بيضيع وقت، وتلاقي جدالات وخناقات ملهاش اي قيمه. الكلام ده محبط جدا، بتستهلك وقت كتير جدا في حاجات ملهاش لازمه. ولما تيجي تشتغل امبلمنتيشن مفيش امبلمنتيشن شغال، الناس مش شايفه حاجه من شغلك. تمام؟ فبقول لك يا جماعه لو سمحت ابدا، لا ابدا جرب، ما تقعدش تحط التفاصيل الصغيره دي، سيب الناس وقت تجرب. لو لقيوا ان يكتبوا كمباني نيم احسن يكتبوا كمباني نيم، ليه نكتب نيم احسن يكتب نيم. ما توقفش عند التفاصيل الصغيره دي. كتابه البروسيس، كتابه التفاصيل سهل جدا، انما البروسيس نفسها هي اللي صعبه. ومش هتتحدد بالمناقشات والاخذ والرد، هتتحدد ان احنا نشتغل ونجرب وناخد فيدباك ونعمل على التجربه ونقيم. تمام؟ عملت البلان، عملت القصه ديت، لازم اخد كوميتمنت على البلان. وكوميتمنت على البلان يا جماعه مش معناها اجتماع كده ساذج، يا جماعه دي بلان موافقين مش عارف ايه بتاع، لا الكوميتمنت دي ليها ليه وراها التزامات. لما يجي السبونسر يديني كوميتمنت معناها انه انا عايز ريسورسز هاخد الريسورسز، عايز فند هلاقي الفند. تمام؟ عايز الناس تتبع النظام هلاقي ضغط من عليه انه بيتبع النظام. حتى في الاوقات الصعبه، في ميعاد تسليم، وفي افتتاح بعد بكره، في مش عارف ايه، ما بيجيش للسبونسر ويقول خلاص سيبك من دي وفوت الحته دي وما تعملش التستنج مش التست ريبورت. لا هو مصر انه النظام نمشي عليه ونتابعه، وما تقوليش ان الاوبجيكتيفز مش هتتحقق، بالعكس ده انا بتابعها عشان احقق البيزنس اوبجيكتيفز. لان في اوبجيكتيفز شورت تيرم اوبجيكتيفز اللي هي بتاع تسليم المشروع ممكن تضرب لك اللونج تيرم اوبجيكتيفز بتاع سستيننج الكواليتي وانهانسنج البرفورمانس و و. فهو بيصر على اتباع المنظومه عشان يحقق اللونج تيرم اوبجيكتيفز.
الاي بي جي تيم لما بيجيني كوميتمنت يعني يقدر يمبلمنت البلان دي في الوقت المحدد. براكتيشنرز لما بيجيني كوميتمنت معناها ان هم هيخصصوا وقت يتعلموا فيه البروسيس، ينفذوا فيه البروسيس لغايه ما ان شاء الله يدخل بعد كده في مرحله البرفورمانس السريع اللي مش محتاج يراجع فيه البروسيس كل شويه وبتاع. ده الكلام اللي كنا عايزين نقوله بالنسبه للبلاننج. وقبل ما نخش للفيز اللي جايه تعالوا نرجع نشوف الاسئله الجديده اللي حضراتكم سالتوها. طيب سؤالين: The digital transformation can benefit from the CMMI or vice versa. Please explain this point. يعني لو short answer yes, processing can benefit the other. طبعا مش محتاجة كلام، لأن انت في مشاريع digital transformation ما في الآخر كلها software development، انت بتغير منظومة عمل. CMMI for development هتساعدك وانت بتديفلوب المشاريع الجديدة. لو انت الاورجانيزيشن بتاعك جزء اللي هي بتعملها ديجيتال ترانسفورميشن جزء من شغلها سوفت وير ديفلوبمنت سي ام اي فور ديفلوبمنت هتساعدها. ان ما كانش غالبا الاورجانيزيشن دي بتقدم سيرفيسز للناس، سي ام اي فور سيرفيسز هتساعدك ان انت ازاي تصمم السيرفيسز الجديده مع ديجيتال ترانسفورميشن في الوضع الجديد. يعني الخدمات الجديده اللي هتتم بطريقه الكترونيه وطريقه سيستماتيك، طب ازاي اتابعها؟ ازاي اضمن ان السيرفيس ما تقعش؟ ازاي اضمن ان لو في انسيدنس بصيت عليها وعالجتها؟ انت واخد بالك مش مجرد ديجيتال ترانسفورميشن هيعالج لك الانسيدنس، ما زال العنصر البشري مطلوب وده هتنظمه لك السي ام ام اي فور سيرفيس. فالاجابه باختصار يس، هما بيسدوا مع بعض. But the life cycle has changed dramatically in the real market. انا مش فاهم. يعني انا بتكلم على process improvement life cycle. ما بتكلمش على السوفت وير ديفلوبمنت لايف سايكل. انا جبت سيره السوفت وير ديفلوبمنت لايف سايكل، هل انت قصدك او انت قصدك اللايف سايكل بتاع البروسيس امبروفمنت؟ مش عارف ايه اللايف سايكل اللي عندك. عموما ماي ريكومنديشن، يعني انا خايف ان انا مش فاهم السؤال بصراحه، بس ما زال ماي ريكومنديشن ايا كان اللايف سايكل اللي بتضعه في البروسيس امبروفمنت ما تضيعش وقت كتير وتبدا ب البروسيس ديفينيشن. خلي البروسيس ديفينيشن في مرحله متاخره، ما تبداش بالبروسيس ديفينيشن، ابدا بالشغل نفسه، ابدا بالتجارب واسمع من الناس وبعدين ابقى عرف البروسيس ليتر اون. طيب يا جماعه نخش على مرحله الديبلوي، ديبلوي الامبروفمنتس. وانس اجين بقول لك لو سمحت ركز على الريال فاليو، تمام؟ مش على السي ام اي كومبلاينس. من عناصر اللي بعتبرها عناصر فشل ان كونسلتنت، للاسف في بعض الكونسلتنتس بيقول لك اعمل دي عشان تنجح في الابريزل، اعمل دي عشان ليد ابريزل بيقول لك لازم لك اعمل دي عشان ليد ابريزل بيبص على الحته الفلانيه. انا عارف ليد ابريزل ده اللي شغال معاك، هو بيركز على الحته دي اكتر، تمام؟ انا بعتبر دي من مظاهر الفشل. لما بدخل ابريزل واسال واحد عملت دي كده ليه، بيقول لك الكونسلتنت قال لي دي بتبقى نقطه نيجاتيف على طول، بعرف ان ده مش فاهم حاجه، تمام؟ لا، انا عايز حضرتك تتشالنج الكونسلتنت وتتشالنج الليد ابريزر. ليه؟ اعمل دي ليه؟ ايه الفاليو اللي انا هكسبها من كده؟ هستفيد ايه من كده؟ تمام؟ تستفيد انك هتعدي الابريزل؟ لا، اديني فايده حقيقيه. خلاص؟ لو هعدي الابريزل هعملها باضعف حاجه ممكنه، لكن لو فايده حقيقيه الموضوع يختلف. خلاصه سي ام ام اي تول وليست هدف في حد ذاته، سي ام ام اي وسيله لتحقيق الامبروفمنت وليست الغايه. ما ننساش الجملة دي. أنا داخل دلوقتي هعمل ديبلويمنت، هنفذ بقى الكلام اللي قلت عليه، همشي على اللايف سايكل اللي أنا كنت قلت عليها. أول حاجة بقول لحضرتك، إحنا قلنا أول فيز ابدأ معايا في الفايلتنج، بس قبل الفايلتنج هنعمل هاي ليفل بروسيس ديفينيشن. لو سمحت اسمع للناس اللي شغالة. من التجارب العجيبة اللي سمعت عنها إن في شركة خدت الناس اللي بتوع الاي بي جي وديتهم حجزت لهم فندق في شرم الشيخ عشان يحطوا البروسس اللي الناس تشتغل بيها. البروسس دي فشلت من قبل ما تبدا، لان الناس مش هتتقبلها. البروسس اللي نازله في الباراشوت، البروسس اللي الناس ما شاركتش فيها غالبا مش هتشتغل. بالعكس، لا، انا بسمع للناس، بسمع للديفلوبرز وللتستر، بقول لهم ايه رايكم؟ انت عايز تعمل ايه؟ بيقول عايز اعمل كذا كذا كذا. خبرتي بتقول اللي بيقول عليه ده غلط.
ومش هجيب نتائج هقول وبقول عليه، مش عشان اوقعه ولا عشان حاجه، لان هو لما هيعملها بنفسه ويلاقيها غلط ويصححها هو كده هيشتري الفكره وهينفذها. انما لما انا اقول له لازم تعمل كذا ولازم تعمل كذا وغصب عنك تعمل كذا، هينفذه وهو قرفان، ينفذه وهو متضايق، ده لو نفذها اصلا، ومش هتطلع صح، مش هتجيب النتيجه المطلوبه. ما تقعدش تضيع وقت كتير في البروسيس ديفينيشن، بنأكد تاني تمام. لو في عندي اختلاف ما بين اعمل البير ريفيو اعمله انا عارف الوكس رول، لا التاني بيقول لك لا اشتغل فورمال انسبكشن، اختار لك اي طريقه بسرعه، المهم انك تجربها، لانك لما تجربها هتبان العيوب، وغالبا اللي انت اخترته في البدايه هترجع تغيره، وهتغير فيه تغييرات كتير، مفيش اي مشكله. انما ان اضيع اسبوعين بناقش ودي مزايا كذا وفي ريسيرش عندي بيقول كذا وفي ريسيرش عندي بيقول كذا، يا سيدي الفاضل ريسيرش على شركات ثانيه وبلد ثانيه، جرب عندك وشوف الانسب ليك. ما تدخلش وتغرق في التفاصيل لو سمحت، وتحدد كل فيلد يتكتب ازاي وكل خطوه تتعمل ازاي. سيب ده للناس اللي بتعمل implementation، سيب ده للناس اللي بتعمل piloting، وبعدين قيم النتيجة وشوف ايه اللي هيحصل. طيب لما اجي اعمل piloting في عندي وضع من الاثنين، اما ان انا عندي كل الشركة فيها مشروعين ثلاثة خلاص، يبقى انا هنفذ البروسيس والفكر الجديد على المشاريع دي، او جايز اكون مخصوص شركتي فيها مشاريع كتيرة زي المثال اللي قدامك هنا، عندك 11 مشروع، مشاريع كبيرة مشاريع صغيرة. يعني recommendation لما تيجي تعمل بايلوتنج ما اختار عدد قليل من المشاريع، انت بتجرب لسه، بتجرب الطريقه الجديده دي، اختار لك مشروع اثنين ثلاثه بالكثير. اختار مشاريع يكون حجمها وسط، لا هي كبيره قوي عايزه مجهود كتير ومش هتبين النتيجه الا بعد فتره طويله، ولا هي صغيره قوي لدرجه ان ده مش مشروع اساسا، ده زي تشينج ريكوست او حاجه زي كده. فانا اختار مشاريع حجمها ايه؟ معقول. واللي اخطر بقى من حجم المشروع بصراحه وعددهم هو مين التيم اللي هيعمل البايلوتنج. دي نقطه في منتهى الخطوره، في تيم ينجح لك البايلوتنج وفي تيم يضيع لك البايلوتنج. فالدراسات بتقول ان يمكن 10% او 20% من الناس اللي بنسميهم الريسك تيكرز، والسلايد اللي في الجنب كده الصوره في الجنب ظريفه قوي، الراجل ده اللي هو ريان تريسي بيقول لك ذا فيوتشر بلونجز تو ذا ريسك تيكرز نوت ذا كومفورت سيكرز. الناس اللي بتاخد ريسك هي اللي بتغير وجه الحياه على الارض. الناس ديت من 10 ل 20% من الناس. وفي 10 ل 20% زيهم اي حاجه تقولها هم ضدها، واي تغيير تقوله ده فاشل، وهيحصل فيه مشاكل، وعشان كذا وكذا وكذا، واصل كذا، ويبدا يطلع لك القطط الفصال. وفي 60% 80% بقيه الناس، اغلبيه الناس اللي هو ايه؟ سوري يعني اربط شغال وزير اربط حمار مطرح ما يحب صح. تقول له يمين يمين، تقول له شمال شمال، طريقه جديده اوكي، طريقه قديمه اوكي، هو مش عايز مشاكل ومش عايز وجع دماغ. فلو سمحت لو هتعمل بايلوتنج اعمل بايلوتنج مع ريسك تيكرز. ليه؟ الناس دي بتحب تجرب حاجه جديده، الناس دي عايزه تنجح، الناس ديت عايزه تقول نفسها ان طريقه الشغل تتغير وتحقق حاجه ما حققتهاش قبل كده وتعمل اتشيفمنت وتنجح فيها. فدايما بقول لك اعمل البايلوتنج، نقي التيمز المتحمس للتغيير، التيم اللي عنده استعداد يجرب ويعمل، هو ده اللي تجرب معاه تمام. اما بقيه الناس اللي طبعا التيم اللي هو معارض دايما مش محتاج الكلام، انك عمرك تجرب معاه. الناس الكومفورت سيكرز مش هيدوك نتيجه، هو بينفذ وخلاص، حتى مهما تعبت معاه اوبجكتيفز ومش اوبجكتيفز هو بينفذ وخلاص اللي بتقول عليه. دول اللي عايزين الدنيا تنجح وعايزين نفسهم الدنيا تتغير. قربنا نخلص، اسف ان انا طولت عليكم. بعد ما تخلص البايلوتنج بقول لك ايفالويت بقى كواليتيتيف يعني من غير ارقام، وكوانتيتيف ممكن تقيس تشوف البرفورمانس بتاعتك اتحققت ولا لا، الديفكت دي لسه يتحرك اتقل شويه ولا لا، انت قريب للميتنج الديدلاين ولا لسه بعيد زي ما كنت تمام. وابتدي اعمل ابديت للبروسيس اللي كتبتها حضرتك هاي ليفل، خلاص بقى ده مرحله الايفالويشن تمام تبع البايلوتنج برضه. كوميونيكيت الريزلت، قول للناس ايه اللي عملناه، بقيه الناس اللي ما اشتغلتش في البايلوت تمام، عملنا كذا وكذا وجاب نتائج بالشكل الفلاني، عشان يقدروا يقتنعوا ان اللي بتعمله ده صح، مش مجرد حاجه معموله عشان بس ناخد السي من بعض تمام. وارد جدا ان البايلوت لو حصل فيه فيلير كبير، وده امر وارد ولازم نتقبله، الريسك تيكرز في حياتهم جزء فشل لا يستهان به، بس بنتعلم من الفشل، ده طبيعي جدا. فلو حصل ممكن احنا نعيد البايلوتنج على طريقه ثانيه
قبل ما نبتدي نعمم على بقية الناس. لكن لو البايلوت ناجح بنسبة 70 اشتغل على كل الناس. ودلوقتي ده الوقت المناسب ان انا ريفاين البروسيس ان ديتيل، وقت بقى انا اتعلمت انه البايلوت وعرفت ايه الديتيلز بالظبط المفروض كده. وبعدين هبتدي ادرب الناس على بروسيس جديده، تمبلتس جديده، التولز الجديده لو فيه. وبالمناسبه اللي سالني على ديجيتال ترانسفورميشن، ما هو ديجيتال ترانسفورميشن ممكن يطلع لي بروسيس جديده وتولز جديده، فببتدي ادرب الناس على الحاجات الجديده. فاينالي ديبلوي البروسيس ديت على كل الناس. انت خلاص عملت بايلوت، عملت تريننج لكل الناس، جهزتهم، تقدر دلوقتي تقول لهم لو سمحتوا طبقوا المنهجيه الجديده. طب هل الفلوس دي ممكن تتغير بعد كده؟ اه طبعا ممكن تتغير بعد كده، لو عندي فيدباك قوي وعندي سبب قوي ان انا اغيرها. لكن ده اللي احنا بنقترحه كترتيب شغل. دي كانت المرحله قبل الاخيره، ما عندناش اي سؤال، فنخش على طول على مرحله الاسس كابابيلتي. لا، في سؤال، السؤال ظهر فجاه. طب نشوف السؤال. We have received many things. اوكي، طيب يا جماعه زهقتوا يعني خلاص؟ طيب احنا اولموست خلصنا، لان مرحله الاسس كابابيلتي ما هي الا ان احنا نعمل ابريزل. والمقصود بالابريزل هنا الابريزل اللي احنا كلنا عارفينه. كل اللي عايز اقول لكم ان احنا عاده بنعمل ابريزل على اربع نقط. في سبوت تشيك بنعمله بدري في الاول، نتشيك ان الدنيا ماشيه في الاتجاه المظبوط. وبعدين لما تبقى حضرتك تقرب للابريزل بنعمل فري ابريزل، ده زي الابريزل بالظبط، بس بنطمن ان انت ان شاء الله لو ضغطت ابريزل فرصك عاليه في النجاح. مش بفضل لك النجاح 100%، بس فرصك عاليه في النجاح. بعد كده في مرحلتين تانيين بتعمل فيهم فورمال ابريزل. ده كونسيبت جديد دخله السي ام ام اي فيرجن 2. بقى عندي حاجه اسمها بنش مارك ابريزل، كان زمان اسمه سخام في ابريزل، بيتعمل بعد ما خلاص طمنا وظبطنا نعمل الابريزل، خدنا الليفل. وبعد كده دخل لي كونسيبت جديد اسمه السستينمنت ابريزل. كان زمان بعمل الابريزل وكل ثلاث سنين بجدده، دلوقتي ممكن اعمل الابريزل وبعد سنتين اعمل له تجديد بحاجه اسمها سستينمنت ابريزل. وده ابريزل صغير، تلت البنش مارك ابريزل. الشغل فيه بقى اقل كتير، سامبل كده عشان اطمن ان الدنيا ماشيه مظبوط. ده بالنسبه لي الابريزلز. ومره ثانيه عشان يركز في السي ام ام اي فيرجن 2 على البرفورمانس امبروفمنت، بدا يطلب مننا في الابريزل لازم تطلع حاجه اسمها بيرفورمانس ريبورت، تقول فيه ايه اللي اتعدل في الشركه دي. للاسف، بقولها للاسف، انه مش شرط لنجاح الشركه ان يكون في ان يكون حصل بيرفورمانس او بيرفورمانس امبروفمنت، يكون في تحسن ايجابي في عنصر معين. لكن انا بقولها للناس اللي عايزه تحقق امبروفمنت حقيقيه، لازم تركز على البيرفورمانس ريبورت ده، مش بس على نتيجه الابريزل والويكنسز والقصص دي، وانه بس نجحت خلاص خلص الموضوع ونرد زي ما كان. وبعد ده تقدر حضرتك تبدا نيو سايكل تاني من البروسيس امبروفمنت. ده كان كل الكلام اللي عايزين نقوله النهارده لحضراتكم. اللي عايز يراجع الادوبشن جايد نفسه، ده اللينك بتاعه، او حضرتك اعمل سيرش على جوجل، هو موجود على السي ام ام اي انستيتيوت ويب سايت. لو في اي سؤال تاني غير الاسئله اللي جاوبناها اثناء السيشن، فانا تحت امر حضراتكم، واسف على الاطاله، خدت 10 دقائق زياده، اعذروني للكلام. طيب انا سؤال ولا كومنت؟ شكرا جزيلا لحضراتكم، شايف شكر للناس، اشكركم شكرا جزيلا. اتمنى ان السيشن كان مفيد لحضراتكم، وان شاء الله نتقابل في ويبينارز ثانيه وسيشنز ثانيه وتريننج وابريزل. وكل سنه وحضراتكم طيبين، شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.